مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتضخم سوق الدعاية والإعلان في فضاء الإعلام، حيث تعتبر الدعاية الوقود الأساسي لتنمية موارد المؤسسات والشركات الإعلامية وغيرها، طفى لدينا على السطح بل وظهر لوبي يتحكم بالدعاية والإعلان. هذا اللوبي أطلق عليه البعض بمافيا الإعلان في السعودية، حيث أصبح يتحكم بموارد الدعاية والإعلان وإرسالها خارج المملكة، جاعلا من تلك العوائد صفرية لداخل المملكة. وتتفاقم المشكلة وصولا إلى الهدف الأكبر من الدعاية والإعلان، ألا وهي فتح فرص وظيفية للشباب السعودي، إلا أن تلك المافيا الإعلانية أصبحت تقتصر التوظيف على غير الشباب السعودي. كل ما سبق ذكره يتنافى مع رؤية الوطن وتوجهاتها في تنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية وزيادة فرص التوظيف للشباب. الدعاية والإعلان في السعودية أصبحت في حاجة عاجلة وماسة للتدخل السريع وتخليصها من المسيطرين عليها بشكل أو بآخر، وتسخير مقدرات الوطن وموارده للوطن، والاستثمار كذلك في الطاقات الشبابية الموجودة داخل المملكة. فهد المسعودي، يا هلا.